بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نرحبوا بالزملاء تاع الأمن من باقي المجموعة، كذلك الوحدات. بداية في إطار الاتفاقية المبرمة بين الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وتجسيدا لهذه الاتفاقية، برمجة قيادة المجموعة مداهمة في إقليم اختصاص الكتيبة الإقليمية لتيزي وزو، بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني. هذا العمل هو تجسيد للاتفاقية من أجل خلق روح تعاون في تبادل المعلومات الميداني. العمل الميداني يكون في إطار القانون، إجراءات قانونية كلها تطبق من خلال تفتيشات، القيام بالسدود، تفتيشات والعمل الجماعي، يعني العمل المنفرد غير مرغوب فيه. أي إطار الاتصال بالقاعة المهام اللي بدورهم يتصلوا بقاعة العمليات، سواء قاعة العمليات الأمن الوطني ولا للمجموعة. عندنا 3 قطاعات اليوم في الكتيبة تاع تيزي وزو. نقوموا بتقسيم تاعهم قايد الكوموندو، تقسم على حسب القطاع. وربي يعينك جميع استعد تحت صف ريح عد كتكملة برك التعليمات اللي مدها كونال ريح. المهام اللي راح ننفذوها اليوم تتم في اطار احترام تام لقوانين النظم والتقييد التام واحترام التام لحقوق الحريه المواطن. العمل تاعنا يكون يصب كامل في اطار قوانين النظم. الحاجة الثانية كما قال لكم فيما يخص القطاعات اللي غنخدموا فيها اليوم، تمس الاختصاص الإقليمي تاع فرقة الدرك الوطني بتيزي وزو. عندنا 3 أحياء اللي معروفين بانتشار الجرائم فيهم، سواء الترويج والاستهلاك تاع المخدرات والمؤثرات العقلية، سواء التعدي على سواء مستعملي الطريق ولا التعدي على المواطنين، وهذا الهدف تاعو هو الحماية تاع المواطن وممتلكاته. القطاعات عندنا التشكيل اللي عندنا هنا، سواء بالنسبه للامن الوطني ولا الدرك الوطني، نخدموا بتشكيل ثابت واخر متحرك. معناها نديروا نقاط مراقبه، كاين نقاط مراقبه ثابته في البوديك سيلونس، ونديروا دي بوان متنقلين، نحط هنا ربع ساعه 20 دقيقه نعاود نبدل البوزيسيون تاعي، نحط في نقطه واحده اخرى. داكور، الشيء اللي نركز عليه التنقلات تاعكم بالنسبة للسواق وقادة المتن، إجبارية احترام قانون المرور وقواعد سياقة سليمة. ما نجيوش نخدموا مداهمة، نعشيو مقلبين سانتافي ولا مرسيدس ما درنا والو. احترام تام لقانون المرور وقواعد سياقة سليمة، كما قلت التقييد التام بالقوانين النظم والاحترام التام تاع الحريات والحقوق تاع المواطن. إن شاء الله بتضافر الجهود نحقق نتائج إيجابية بالمداهمة تاع اليوم إن شاء الله. جميع استعد، ربي يعاونكم. بعد تقسيم المهام نعاود نركز على احترام المواطن، احترام حقوق الإنسان، العمل الجماعي. نعاود نقول العمل الجماعي، التبليغ قاعة العملية. نحيل الكلمة لحضرات كش ما يزيد. تفضل جميع. دونك الهدف من هذه المهمة كما هو معروف هو حماية المواطن من ممتلكاته وشخصه. دونك المطلوب من الجميع احترام العمل بكل احترافية واحترام حقوق الإنسان والعمل على تحقيق أكبر نتائج، خاصة التركيز كما قال الزميل على المخدرات والأسلحة البيضاء. جميع استعد. سريح تفضلوا تفضلوا. اي
من انا لاعب ما تخدمتوش كاش كنا نخدمو مع بعضنا ما عندي والو حضرتك هما جامي واش راك دير هنا قرموج هذه دارك دا هذا ها هو واش هذاك ما يروح كيف كنت قول ما يروح على الغبره نعطيه ما غبره وين البلاصه اللي تراها انت كتقطش وانت في الطرف عندنا عندهم الدكل في اليوم الثاني كان هذه جينا باش نحيو هذا راموت وجاي بابا اللي عندنا باش يجينا انا ما علاش راك تقول بلي خرموت تعرف باباه تعرف دارهم انت نعرف دار والله تظهر ما كاينش دوك ندير لك شركه ما عندك مسرقه فيك اطلع تشوف فيك اطلع فيك دوك يجيب لنا كارني تاعو انا نديك الدار تاع الدار هذه انا نديك الدار اروح اطلع تشوف لا لا هو اللي يجي مش انا اللي نروح له جاوبني على حسب السؤال تاعك الوثيقه تاعك البطاقه التعريفيه تاعك الوطنيه لا ما تهزاش معاك ما قلتش وين تسكن ما قلتش وين تسكن انا سقسيتك وين تسكن ما قلتش وين تسكن قلت لك علاه ما تركبش معاك بطاقه التعريف الوطنيه ما قلتش وين تسكن انا ما تفهمتش معاك صاي انا برك ما ديش ديش باش وين على بالي تطيحوا لا لا المره الجايه تفد معاك بطاقه التعريف الوطنيه تاعك خدها معاك مش وقت تصيد ولا تعمل تاعي تاعي وينك تعمل بلاصيه تاعي تاعي
شوفار ورا شوفار تاعها انا اروح ورا شوفار ساعه ورا شوفار لا لا ها لا كنت طلب لك روح اخي من هنا روح دزيام ورا ورا مولا هذا انت شوفار تاع بيك هذا ساكولي تاعو تاعو اي صاحبي وين الريسبسيون هذه؟ لا وين الريسبسيون هذه؟ كونتيتي هذه؟ وشنو هذا شيخ؟ تبيعها؟ وشنو هذا؟ هذا تكونسوميه وحدك هذا انت؟ هذا عندك انت ريسبسيون في البوشره تطلع على بريكاد حط السيد اي السيد موساكو موساكو دي ورا روح روح اخي روح وقف الساكو دي تاعك تشوف الساكو دي تاعك هذا نعم اجبد الرسوم تاعك شحال قلت سم 13 كود 12 هذا 10 ولا هذه فينا هذه تحاول تخبر على قايد الكاتب يديروا لايك وتست بالك راه او يقول شرب قرعه واحده وكان هذا وعنده شراب وعنده العائدات وعنده دراهم كيف هنا ديروا العائدات كيف طيب طلعهم كاع على بريكاد ومن بعد عطيتي بعث لنا البيلون كومبليمون ندو لا بوليس واش كاين دون سي السي يو نعاودو ندو لهم واش كاين احسب شنو دراهم قلت شحال كاين حسب دراهم ريح فيك انت تاعك اني جايك ريح ريح دار الشرطه ريح السياره تاعك شحال عندك دراهم كامل شحال؟ 15 ولا 16 انت قلت لي 13 قبيله سبحان الله كيف ما قلت بدراهم قد عندك انت؟ لا لا خلصت شهريان تاعي ها؟ شهريان تاعي عندي شويه في ما على بالكش شحال تخلص؟ مي عندي شويه ارفد ارفد احسب دراهمك وانا نخبط به ديال الديبون دي شارج قاعد تمسخر انت ما تمسخرش يا ارفد احسب دراهمك برك احسب قدام جماعه دراهمك هذه بدراهمك شحال هادو
15 مليون 760 ريح كيما راك اروح اشرب اش بدي الدراهم 15 مليون 700 760 احسبهم قدام شحال دراهم هذا لازم نعرف واش كنت تواضيع هذه تاعك الشيخة تاعي دور دار عندك راه في الدار كيفاش تمشي بس واش من سكنت واضيع جبتها من عند باشا الله يديري وكيف خرجت لها حقك البابور الدار نتاعك واش دير بها انت صلاحك ريباريتها ريباريتها لا فاكتور تاعها عندك ريباراسيون ما عنديش كيفاش تخدم شوف باشا تما قالكش لازم تجيب كوطا والله قال لي لا لا صور برك البوردر نتاعها هذا حمل سلاح بدون رخصه بدون سبب شرعي واش كنت في وضيع وضيع هذا القرار ديال الكونسيون واش دير بها عندي عندي على اسمي قلت لك ها على اسمي دوك تروح معهم البيس السلاح يدوه للمرميه عاود جيب لي بورد دارم ورخصه تاع السلاح داكور معليش حيط لها اسمك انت يا اسمي كنت تظهر من امام تلف بورد دارمي في الدار واحد اخرى على بالك فوردار باسمك انت ماشي بسمي ماشي فريضه فيها ولا حكي. لا لا باسمي اوكي قول لهم يجيبوك هذا دوك نعيط هكا جيب لي اشار واحد شهر واش هذوك تجيب جيب لي رخصه تحمل السلاح فوردار موتوريزاسيون تاع الولايه جيبهم لي عندك كامل عندي جيبهم لي في ثلاثه روح روح شو بي اس كيما بي اس تي زينيف روح لا تي زي غنيف بي اس كاغو تاع تي زي غنيف تعرفهم لا سنايبر تاع تي زي غنيف فابريكا تي زي غنيف فابريكا تي زي غنيف رايح لي سيسير اه تلقى تيزي غنيف اه تما تيزي غنيف لا بريكا تما روح ميليشيو عندك ميليشيو كاين واش من ميليشيو ميليشيو تاعهم ميليشيو تاعهم صاجم عندك الرصاصه تاعها عندك كرتوش كرتوش لا ما عنديش وثيك عند جبتها عند لاميريا واش بيها واش خصها كانت كي تضرب ضرب تخرب جوج دوكا رجلها هذه ديال جيت تنقل بالرخصه عطيناش يا والله كيكو هو اللي عندك اللي يجيبك لي بابي تاعك درك كاين دوك كاين هيا درك يجيب لك بيس داكور انا عندي حضره انا هذه تنقل من بلديه بلديه لازم تكون ساسون انا مش كلش كلش